الآن في ساحة التحرير، تفضل. إصابات مؤكدة في صفوف المتظاهرين الآن، يعني قبل قليل تقريبا انقطعت سيارات الإسعاف والعجلات التي تنقل المتظاهرين، تحدث عن عجلات توك توك جاءت بأعداد كبيرة من جسر الأحرار والوثبة باتجاه ساحة الخلاني مرورا بالتحرير أو ربما حتى وصولا إلى المستشفيات القريبة. مفرزة واحدة فقط في ساحة الخلاني هي ما تخلي الجرحى بعد أن شهدت ساحة الخلاني الأحداث قبل ليلتين من الآن، ونتحدث عن إصابات مؤكدة كما قلت في ساحة في جسر الأحرار بعد أن أطلقت قوات الأمن الغازات الصوتية، القنابل الصوتية والدخانية باتجاه المتظاهرين. وبالتالي هناك هذا الشارع، نتحدث من شارع الرشيد من جسر السنك، أسفل جسر السنك باتجاه الأحرار، وكذلك الشارع الآخر، شارع الذي يربط ساحة الخلان بالوثبة، هذين الشارعين متوترين بشكل كبير جدا، وكذلك حتى الأوضاع الأمنية هناك ليست على ما يبدو، كما أن الشارع نتحدث عن كتف جسر الخلاني جسر السنك لا يشهد كما كان قبل ليلتين من الآن، نتحدث عن وجود أعداد كبيرة من المتظاهرين، أماكن تمركزهم، السرادق، المفارز الطبية، يعني أماكن لإعداد طعام وما إلى ذلك، هذه لم تعد موجودة نظرا لما شهدته هذه المنطقة. التركز الآن في ساحة التحرير وكذلك جسر الجمهورية، يعني غالبية أو أغلب المتظاهرين أو الثقل الأكبر البشري هنا في هذه المنطقة، كذلك هي الواصلة، هذه المنطقة الواصلة باتجاه ساحة النصر، وكذلك الطيران. طيب سرمد، هل هناك طوق أمني من قبل القوات الأمنية؟ هناك مفارز أمنية. سرمد، إن كنت تسمعني، هل هناك طوق أمني تفاديا لوقوع حالات كالتي حدثت يوم الجمعة الماضي للقوات الأمنية وجود هناك تطوق تلك الأماكن حتى وإن كانت على بعد؟ طوق أمني ملحوظ في شارع أبي نؤاس، في ساحة النصر، الطيران، كذلك الخلاني أيضا من جهة مدخل شارع الخلان، تحدث عن منطقة باب الشيخ، وكذلك أيضا المنطقة القادمة من ساحة الوثبة باتجاه ساحة الخلاني، وكذلك الشارع الآخر شارع الرشيد على امتداد، نتحدث من منطقة الفنادق الفخمة في بغداد، نتحدث من فنادق عشتار شيراتون وكذلك فلسطين، من هذه المنطقة ساحة الفردوس وصولا إلى المنطقة التي يتمركز عندها المحتجون قرب البنك المركزي، الشارع الذي يعني يمتد باتجاه البنك المركزي، شارع الرشيد أبي نواس، هذا يعني قطعت المنطقة القادمة من تلك من الفنادق الفخمة كما قلت، قطعت بعجلات تعود لقيادة عمليات بغداد من الجيش تحديدا، ومن ثم يتولى بعد ذلك لجان أمنية من المتظاهرين تأمين بقية الطريق الواصل إلى البنك المركزي، هذا فيما يخص أبي نواس وكذلك شارع الرشيد. أيضا لو تحدثنا عن هذه المنطقة الواصلة من ساحة النصر باتجاه الوثبة، أيضا هذه المنطقة في بدايتها هناك يعني مرابطة أمنية بشكل مستمر ودوري، ما بعد الكتل التي وضعتها في بداية 25 أكتوبر وضعت هذه الكتل، ومن ثم هناك خط أمني من قبل القوات الأمنية، وبعدها يتولى حتى في النفق تتولى لجان أمنية التفتيش بالنسبة للداخلين إلى نعم. ساحة التحرير وكذلك السالكين للنفق باتجاه الخلاني، إضافة إلى أنه من يدخل إلى الخلاني باتجاه جسر الجمهورية أو ساحة التحرير أيضا يفتش، وكذلك الحال ينطبق على الشارع المنافذ. نعم زميلي سرمد الفاضل من ساحة التحرير، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة زميلي سرمد، عذرا على ضيق الوقت، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.